جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طالعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. البداية بالصحف المحلية، ونتابع من جريدة الجمهورية خفض الدين العام وحماية محدودي الدخل. الرئيس خلال اجتماعين مع إسماعيل ومحافظ المركزي ووزيري المالية والإسكان وكامل الوزير، زيادة الاحتياطي النقدي وطرح السلع الأساسية بأسعار مناسبة، توفير المساكن للشباب بالمرافق ومواجهة العشوائيات. نرصد من عناوين صحيفة المصري اليوم: النواب يواجه قرار البرلمان الإيطالي برسالتين، العرابي في روما لتسليم رسالتين للشيوخ والنواب، وعبد العالي يدعو لاجتماع برلماني عاجل، توقيع عقود دراسات سد النهضة خلال أيام واتفاق على عرض الاستشاري، مصادر تقول الانتهاء منها لن يتجاوز 11 شهرا طبقا لخارطة الطريق. نقرأ من عناوين صحيفة الأخبار: غضب مصري من قرار البرلمان الإيطالي والخبراء العسكريون، قواتنا الجوية لن تتأثر بالقرار وإيطاليا الخاسر الأكبر، صراع الوزارة وشاومينغ يدخل مرحلة جديدة والطلاب يترقبون، التعليم التلاعب في نتائج الثانوية العامة خيال واختراق الكنترولات مستحيل. نطالع من عناوين صحيفة الشروق: العادات الكودية الحل السحري لمواجهة سرقات الكهرباء، التعليم العالي تحذر من الانسياق وراء صفحات مزيفة للتنسيق على الفيسبوك، ولمحبي الرياضة كتبت ختامها صفر، الزمالك يتعادل مع الأهلي سلبيا في القمة 112 بالسويس. هناك 5 مبادئ مستفادة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الاعتماد عليها كمدخل للإصلاح. هذه المبادئ رصدها معتز بالله عبد الفتاح في عموده بصحيفة الوطن وقال: هناك 5 رموز يمكن أن نبني عليها روح الإصلاح. أولها التمرة، فلنتبرع ولا بشق منها ولا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا. ثانيها روح الفأس، أي يعتمد كل منا على نفسه قدر استطاعته. أما ثالثها فروح السفينة التي تقتضي ألا يفكر أحدنا بمنطق أنه يستطيع النجاة بنفسه، وأن يترك الآخرين يخرقون قاع السفينة غير عابئين بالصالح العام. رابعها روح الفسيلة التي يجب علينا زراعتها حتى ولو كانت القيامة بعد ساعة، فمسؤولية الإصلاح دائمة ومستمرة. آخرها روح الثغر، فكل منها على ثغر من ثغور الإصلاح، كل في موقعه ومجاله. في افتتاحياتها حذرت صحيفة الأهرام من سلوك بعض المواطنين الذين يتعمدون إهدار المياه، ودعت إلى ضرورة تحكيم الضمير والوعي للقضاء على هذا النهج حتى لا تندم على ما فات. لم يعد خافيا على أحد أننا في مصر مقبلون على أزمة مياه بسبب إقامة إثيوبيا لسد النهضة. طبعا تبذل الحكومة كل جهد للتوصل إلى حل لتلك المشكلة، لكن يبقى علينا نحن المواطنين تقدير الموقف ومساعدة أنفسنا قبل انتظار مساعدة الآخرين لنا. إن الماء ليس سلعة بلا ثمن، ولم يعد مقبولا الاستمرار في هدرها. وإلى جانب دور الحكومة في وضع خطة حازمة جدة للحفاظ على المياه، فإن المواطن يجب أن يتحلى بالوعي والضمير والفهم، وإلا فقد يأتي علينا اليوم الذي سنندم فيه جميعا، حيث لا ينفع الندم. نتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: البصرة العراقية محتلة إيرانيا بأكثر من 135 مؤسسة ومركزا ثقافيا، و100 ألف إيراني يحتشدون في باريس مطالبين بإسقاط ولاية الفقيه. المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام المدنيين دروعا بشرية لحماية مقراته، تحرير معظم مناطق الجوف اليمنية من الانقلابيين. نتابع من صحيفة السياسة الكويتية: احتدام المعارك في نهم، ووزير الخارجية اليمني يؤكد سندخل صنعاء قريبا. حيدر العبادي يتوعد باكتفاف داعش من العراق. الباجي السبسي يستأنف مشاورات تشكيل حكومة الوحدة التونسية. نرصد من عناوين صحيفة الحياة اللندنية: عقب سقوط عشرات الضحايا خلال اشتباكات، هدوء حذر يسود جوبا. تلفكير ومشار يتعهدان بمحاسبة المسؤولين. جرائم إسرائيل تتواصل والاستيطان في حلقة التعاون الإسرائيلي الأمريكي.
استمرار معارك حلب والمعارضة تصد هجوما في حماة. جاءت أبرز عناوين صحيفة المستقبل اللبنانية كالتالي: صائب عريقات يدعو فرنسا إلى العمل الجدي لعقد المؤتمر الدولي للسلام، اضطراب الأوضاع الأمنية في لبنان وبهية الحريري تؤكد أمن أهلنا خط أحمر، زعيمة المعارضة الإيرانية مريم الرجوي: النظام الإيراني سبب مصائب سوريا، سبب مصائب سوريا والعراق ولبنان واليمن. الأوضاع المأساوية التي يعيشها العراق رصدتها صحيفة البيان الإماراتية في مقال لها، وذكرت أن ما يشهده العراق من إرهاب ودمار وقتل متواصل بلا توقف مأساة تدمي لها القلوب، وتساءلت إلى متى يستمر المشهد اللا إنساني في العراق. لقد عانى العراق سنوات طويلة من حكم الدكتاتور، وجاءت الحرب التي باتت محل شك الآن ليسقط حكم الدكتاتور ويغرق العراق في وحل الجماعات الإرهابية من القاعدة وداعش وأمثالهما، وليصبح العراق تحت حكم الطائفية البغيضة التي تديرها طهران. الحكم الطائفي يشيع الخراب والدمار في العراق، ونحن العرب يجب أن نعي أننا لسنا بعيدين عما يحدث، لذلك لابد من التضامن العربي وتطوير رؤيتنا السياسية لمواجهة الخطر الذي يتربص بنا جميعا وليس بالعراق فقط. وصلنا إلى ختام جولة سريعة بين عناوين الصحف صباح اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.